بلى حاجة طبيعية. And the Sphinx also was crossed like this? Perhaps yes. ممكن هيك. Yeah. And what happened? They were also like this, but they were not scourged. They were هن صح كانوا مصلوبين يمكن بهي الطريقة بس ما كانوش معذبين قبل يعني هن. So they were living longer. No? Jesus died very fast because he had lost all his blood before. هن يمكن عاشوا أكثر بس لأنه ما كانش معذبين قبل زي التعذيب هم كمان سرع طريق الموت غير الأكسجين الأقل. What did they do to the thieves? They broke the legs, no? You cannot get up and you die of. عشان ما يحاولش يرفع حاله صاروا لهم So I want to invite you. هي شهادة للمسيح. أنا بدي أشهد للمسيح كل واحد منكم دوره من يشهد للمسيح لأنه أنت علامة لحضور المسيح فيك. هذول اللي قالوا شعبنا كانوا علامة لحضور المسيح لمجيء المسيح بس لما قالوا اصلبوا اصلبوا رفضوا. صار في كثير أوقات نحن كمان بنرفض المسيح. بدناش المسيح لأنه بكلفنا كل أشياء تقطع مصاري كل أشياء بتكلفنا المسيح عارف ولكن أنا بدي مصلحتي مصلحتي هل بدي أبيع أنا أخوي أو جاري أخوي من إمام أبيعه مشان شبه الأرض من في النهاية متى عملت؟ متى عملت؟ بس هي أفضل تكون بالمتر على متر تنتهي حياتك هون ولا قطعا متر على متر بس في حياة أبدية في ملكوت الله اللي احنا ندعينا من خلالها وشعنا عالية قديش حلوة هي الجملة خلصنا فمشان هيك نحن اليوم نحن لازم نفرح يسوع مش نبكي نفرحه وبفرح لما نحن نعمل حسب وصاياه حسب تعاليمه. قلت لكم امبارح لما يسوع بيقول لنا احبوا اعدائكم شو يعني؟ حبوا اعدائكم اوف نحن صعب بواحد الانسان غير مؤمن يقدر يستوعب أو يقدر يسامح عدوه. إذا أخوه ابن أمه وأبوه مش عم بيسامحه، كيف بده يسامح أخوه عدوه؟ فيش أجمل من إنه الإنسان يحب. يسوع إجا لأنه حبنا. حبنا. وهذا يمكن هسه هون المكان الوحيد اللي بنقدر نحكي فيه هيك لأنه فيش حركة قاعدين هادين. يسوع حبنا، حبنا ونصلب على الصليب لاجلنا. ونحن المفروض كمان مش بس نحب بعضنا البعض، يا ريت نحب بعضنا البعض. نحن كمسيحيين، مش عم بحكي على معي بالذات، انا عم بحكي هون في الجليل، يا ريت نحب بعضنا البعض. مثل ما يسوع حبنا. مثل ما يسوع حبنا، يسوع بذل نفسه لاجلنا. قديش حلو نحن نجسد هاي المحبة في حياتنا. في بيوتنا أولاً. في بيوتنا أولا بين الرجل والامرأة والأولاد بين الإخوة وبين كل شخص بنلتقي فيه اللي هو حامل صورة الله. قديش نحن اليوم واقفين هون في هذا المكان بنطلع على أورشليم بكي على أورشليم بكي على الصخرة بكي على الأقصى بكي عايش بكي يسوع بكي علينا نحن نحن تأملوا منيح طلعوا منيح هذا الامبارح اللي حكيتكم عنه الباب الذهبي هذا بس ولا مرة اتهمنا أنفسنا لما نحن كمان بنسلم يسوع لما نقبل يسوع قبلة غش
الحدث نيجي مشان نتأمل كيف أنا كيف أنت كيف يهودا أسلم يسوع سلم يسوع للملاك وما يعرف أن يهودا أخذ 30,000 فضة وتمدن ورجع لعند رؤساء الكهنة اليهود وردد له 30,000 فضة وراح عشان حاله بس في ارتداد إيمان عشان حاله تندم يهودا هل نحن نتندم على إشي عملناه؟ هل نحن لما نظلم شخص لما بنضغط شخص لما بنحكي على شخص لما بنشوه صورة الله في شخص هل بنندم؟ السؤال هون أنا عم بعيش القيامة أنا يعني زمن القيامة بس حتى في زمن القيامة ممكن الإنسان يسلم يسوع في زمن القيامة نحن اليوم موجودين نزلنا من جبل الزيتون قطعة جسمية وكيسة بكاء وشينا لهون خلينا نتأمل كل واحد كل واحد مننا هل أسلمت يسوع أنا بحياتي؟ هل اليوم عم أسلم يسوع؟ فكر إذا فكرنا شو لازم نسوي؟ مش نندم؟ نندم على الشيء اللي عملناه مشان يتقبلنا ربنا مثل ما الابن الشاطر تقبل ربه وما حاسبه كثير اشياء في الجيل كان عايشاش المسيحيين عم بحكي من هون نحن المسيحيين في كثير اشياء من عايشاش
ابنك